الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله معنا سيرة رجل عظيم، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة حسب ترتيبنا نحن، وإلا فهو حسب الحديث وتاسعهم. فهذا الصحابي الجليل هو سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وسنأتي إلى أبيه زيد ابن عمرو ابن نفيل ونفصل فيه. هذا الرجل قليل من المسلمين من يسمع عنه، سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. سيرته تكاد لا تكون معروفة عند الجميع، بل حتى عند المؤرخين لا يوجد الكثير من المادة حوله. وهذا يدعونا إلى التساؤل، كيف يكون هذا من العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد، كيف يكون من العشرة رغم ذلك لا يوجد الغزارة في المعلومات عنه كما هي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين ولعثمان وعلي. سبحان الله، هذا الرجل وإن كانت سيرته قليلة المعلومات إلا أنها مليئة بالدروس. أول درس هي هذه، أنه قليل خفي نقي ومع ذلك تقي. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يمدح الخفي النقي التقي، وهو كذلك سعيد ابن زيد هو من المبشرين بالجنة كما قلنا. يعني سبحان الله، لعله بينه وبين الله المنازل العليا وأرفع الدرجات، وعنده بينه وبين الله من الأعمال التي جعله الله عز وجل في هذا المكان والمكان العظيمة. وإن لم يكن أكثر الصحابة من ناحية الحديث، ولم يكن أكثر الصحابة من ناحية البروز في المعلومات والتفاصيل، إلا أنه يعلم الله عز وجل مقامه. سعيد ابن زيد، من مختصر ما يفيد عنه أنه مبشر بالجنة، وأنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، دخل في الإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعني أسلم في الأيام الأول من الدعوة الإسلامية، وشهد المعارك كلها، كل المعارك ما عدا بدر، وإن كان له نصيب في بدر كما سيأتي. فكل المشاهد مع صلح الحديبية، مع كل شيء، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مشاهده ومعاركه، بل كان من أشجعهم رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلنا من السابقين الأولين. ما هو نسبه؟ نسب هذا الصحابي الجليل هو سعيد ابن زيد ابن عمرو، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي القرشي العدوي. هو من بني عدي، وبنو عدي هي نفسها تقريبا العائلة اللي كانت تضم عمر بن الخطاب، كان منها عمر ابن الخطاب. وكما قلنا أبوه زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة. زيد هذا ابن أخي الخطاب، أبو لعمر بن الخطاب. يعني أبو زيد بيبكى ابن أخوه ابن عمه، سبحان الله، يعني لعمر بن الخطاب. خلينا نختصرها باختصار، سعيد بن زيد من أولاد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان متزوجا من أخت عمر كما سيأتي. يلتقي نسب سعيد بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع نسب النبي في الجد الثامن للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو كعب ابن لؤي. وبنو عدي منهم أبو جهل، أبو جهل كان من بني عدي. فهذه العائلة قبيلة أبو جهل وعائلته، اللي من ضمنهم عمر الخطاب ومن ضمنهم سعيد ابن زيد، كانوا هذا كلهم من بطون مكة، كان بطن معروف وبطن له مكانته وشرفه ومنزلته في أوساط قريش، يعني هو من أرفع الناس نسباً. يكنى سعيد بن زيد بأبي الأعور، وقيل أبو ثور، والأول أشهر كان يسمى أبو الأعور. وكان سعيد بن زيد رجلا آدم يعني فيه سمرة، طوالا وأشعر، يعني كان له شعر وطويل.
كما قلنا هو أحد المبشرين بالجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة. طبعا اللي مثبتين معنا في دروس السير السلف الصالح وبيعرف سيرة الجميع ما شاء الله أكيد بيستحضر إنه كل هؤلاء مرينا معهم في الدروس السابقة، وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة يسمون العشرة المبشرون بالجنة. وهناك حديث آخر يخص هؤلاء العشرة أو تسعة منهم، إلا أنه ده أخليه بالآخر، نحن نذهب بالآخر لأنه له قصة مهمة جدا. أبو لسعيد سعيد بن زيد، مين هذا زيد؟ زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل يجب أن لا ينسى من تاريخ المسلمين، رجل عاش في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مات قبل البعثة، مات قبل ما ينبعث النبي عليه الصلاة والسلام وينبأ بالرسالة. زيد بن عمرو بن نفيل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديثا جميلا عظيما. أولا، من هو زيد؟ كان موحدا حنفيا على دين إبراهيم، يعني كان موحد يشهد أنه لا إله إلا الله ويكفر بعبادة الأصنام، وكان لا يسجد للأصنام، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، الذبائح اللي تذبح للأصنام كان لا يأكل منها، ولا يأكل الميتة ولا الدم، وكان كذلك يحيي الموؤودات. شو يعني يحييها؟ بيجي عند أبو البنت اللي بده يؤيدها بكله أنا بكفلها، بدفع له مصاري، قال له هاي مصاري أنا بكفلها بس ما تقتلهاش لحد ما تكبر، بدك برجع لك إياها، وإذا بدك إيش بنجوزها، يعني المعنى إنه ما تقتلهاش. فكان يحيي الموؤودات، يعني كان هو الوحيد فضى الزمن اللي واقف سد اسود قدام قريش والبدع والشركيات اللي كانوا محدثينها في 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 مكة، حتى انهم حطوا حطاطه، يعني مع ذلك لم يتركوه يعني يفعل ما يشاء، ولكن كان دائما يعيب عليهم، كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول دائما، كيف بيستدل على حرمة الذبح لغير الله؟ يقول الشاة خلقها الله، الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، يعني العشب، ثم تذبحوها على غير اسم الله. منطق، يعني هذه الشاة ولا الخروف ولا أي ذبيحة من الذبائح ربنا خلقها، وهو اللي أنزل لها الماء، وهو اللي أنبت لها العشب والكلى، وهي اللي رعت وترعى وتأكل من رزق الله، ثم لما بدكم تذبحوها بتذبحوها على النصب والأصنام، تذبحوها لغير الله وبتقولوا باسم هبل ولا باسم اللات والعزة، كيف يعني ذلك؟ يعني مش منطق. فكان يغار على حرمة التوحيد، وهذا أيضا منطق، يعني يضرب علماء بضربوا مثال، يقول تخيل أنت في واحد أجا وصلك بسيارته، وصلك من منطقة لمنطقة، أنت مقطوع وأجا وصلك بسيارته، وفي أخر واحد في الطريق برضو معكم وصلتوه بسيارتكم، لما وصلكم للمحل انت انو اللي وصلك؟ الشوفير او السواق. انت شو بتقول للزلم اللي قاعد جنبك؟ شكرا انك انت وصلتني وبارك الله فيك. شو بشعر السواق لو انا شو هواء؟ يعني اذا السواق اللي عملك المعروف وشكرت غيره بزعل، فما بالك رب العالمين اللي خلقك ورزقك واعطاك واحياك ورزقك من النعم والاعضاء والاكل والشرب وكل هذه النعم والمأوى والمال، عدد ولا حرج من النعم والعطايا، وبالآخر تشكر سواه وتعبد غيره وتخضع لغيره وتتحاكم إلى شريعة غير شريعة الله، هذا ليس من التوحيد، هذا ظلم، من الأقبح الظلم وأعظم الظلم، ولهذا الشرك هو أعظم الذنوب. الذي خلقك وسواك، يعني الواحد لو شكر واحد غير أمه بنفس شكره لأمه بصير يقوله عنه هذا يعني بخس حق أمه، لأنه أمه اللي ربته وخلفته وتعبت عليه ورضعته وسهرت على وجعه، ومع ذلك تخيل يشكر واحد ثاني غير أمه، ما هذا بوجع، لأنه اللي تعب عشانك هي الأم، فتشكر سواها. كذلك الذي خلقك وأعطاك ورب العالمين ثم تشكر سواه وتعبد سواه، فهذا هو الشرك اللي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول زيد ابن عمرو، يقول يا معشر قريش ما علمت أحدا أصبح على دين إبراهيم غيري، وكان يقول دائما اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك، لكني لا أعلم، ما كاش في وحي، ما كاش في دين، بس عارف أنه اللي يستحق العبادة هو الخالق،
بس ما كانش يعرف كيف يعبده ثم يسجد عند الكعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أبو لسعيد اللي هو زيد بن عمرو نفيل قال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. تخيلوا في الآن رواية دراجتين، ولكن الأصح أنه دوحتين، يعني له بستانين ضخام في الجنة. رغم أنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كان عمره ساعة في العشرينات عليه الصلاة والسلام، فهو ما أدرك النبوة ولكن كان على الدين التوحيد. فالنبي قال إنه رأيت له دوحتين، بل قال عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأنه حامل الدين اللي المفروض هو دين البشرية، وكلما زادت الغربة زاد الأجر. لما تزيد الغربة، غربة المسلمين، ويزيد الفتن، ويزيد الناس البعيدين عن الدين وكل المصلين، الثابت في هذا الزمان له أجور عظيمة. يأتي يوم القيامة أمة، يأتي وكأنه كل الأمة، لأنه أنت الجماعة ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق، ما قال عبد الله بن مسعود، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لو أنك لحالك، لأنه الدين صح هو الحق. أنت إن لم يكن في زمنك من هو معك في دينك، اعلم إنك من أمة المسلمين الذين سيدخلون الجنة، أنت من ضمن أمة عظيمة، أنت تأتي مع هؤلاء الأمة، فكأنك بمنزلة البلد وبمنزلة الدولة المسلمة إذا كنت لحالك. ولهذا يأتي يوم القيامة أمة وحده، كما كان إبراهيم أمة، يعني كأنه يجمع خصال أمة كاملة. وكان الخطاب عم لزيد، كان يضرب زيد، وسبحان الله سعيد بن زيد اللي هو ابن زيد بن عمرو نفيل كان عمر بن الخطاب يضربه أيضا، يعني الأب كان يضرب العم ثم ابن العم اللي هو عمر الخطاب كان يضرب سعيد أيام قبل ما يسلم عمر رضي الله عن عمر. جاء في صحيح البخاري من شدة ضرب الخطاب لزيد بطل زيد يتحمل يقعد في مكة، فاضطر انه يخرج من مكة، والخطاب حاط احطاطه اللي بيشوفوه بضربوه، فكان يدخل مكة احيانا سرا، فضاقت عليه الأرض بما رحبت. من أجل أنه ما تروح كل الدرس على قصة زيد بن عمرو النفيل، ولكن نختصر الكلام عنه، خرج يبحث عن الدين، وذهب وجلس مع يهودي، واليهودي قال له: مش راح تبكي على ديننا إلا لما تنال حظك من غضب الله علينا. وراح قعد مع نصراني، قال له: مش راح تدخل في ديننا إلا لما تنال حظك من لعنة الله علينا. فيش دين يتلائم مع اللي بدك إياه غير دين إبراهيم الحنيف اللي هو دين التوحيد، وارجع على بلدك اللي هي مكة، فإن فيها سيخرج في هذا الزمان نبي يبعث من بلدك ويكون مهاجره إلى يثرب. ووصفوا له النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات ولم يدرك ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه من الموحدين وأنه من المسلمين وأنه من أهل الجنة، فرضي الله عن زيد بن عمرو بن نفيل. وهذه القصة، قصة أبيه، تختصر علينا كثير من الشرح. شو اللي خلى سعيد ابن لزيد يدخل في الإسلام سريعا؟ لأنه نشأ في بيت موحد، نشأ في بيت صالح، نشأ في بيت مؤمن. فهذا سعيد أسلم من السابقين، يعني السابقين السابقين، يعني اللي أول بعد ما أبو بكر بدأ يدعو للإسلام دخل في الإسلام ثاني يوم ولا ثالث يوم من الدعوة الإسلامية، فكان سريع الاستجابة للدين. وهذا يفسر أنه نشأ في بيت صالح. كداش كان عمره سعيد بن زيد اللي هو بطل قصتنا اليوم، كداش كان عمره لما أسلم؟ 13 سنة، يعني شاب صغير وأسلم بهذه السرعة وحاز هذا الفضل وهو شاب صغير 13 سنة. زي ما قلنا 13 سنة هذه بالهجرة، لو بدك تحولها للميلاد نزل سنة ولا سنتين، يعني تتحدث عن غلام صغير أسلم وكان له القدرة على التعبير عرايه، وكان عنده الإيمان والعقل اللي خلاه يقبل الإسلام ويضحي من أجل الإسلام حتى إنه عذب على الإسلام. فرضي الله عن سعيد بن زيد. تزوج سعيد بن زيد من فاطمة بنت الخطاب أخت لعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان متزوجا من عاتكة أخت سعيد، يعني مخذين خوات بعض. وكان يصبر كثيرا سعيد بن زيد على الإسلام، لما دير عمر بن الخطاب فيه كان يضربه ويوثقه ويعذبه على الإسلام.
فعمر الخطاب طبعا الإسلام يجب ما قبله، فصار عمر الخطاب من هو، صار هو يعني سبق سعيد من حيث المكان العليا، إلا أنه كان يربط سعيد ويعذبه هو وزوجته فاطمة أخت عمر. طبعا إحنا بنعرف القصة، قصة إسلام عمر، أنه دري أنه سعيد بن زيد كان يعني أنه مسلم وأخته مسلمة ودخل عليهم وقرأ سورة طه. بنعرف هالقصة، هذه القصة ضعيفة من ناحية السند، وإن كانت هي التي تروى غالبا في القصص يعني في السيرة النبوية في إسلام عمر. وهناك أيضا ثلاث أو أربع قصص وردت في إسلام عمر مختلفات قليلا فيما بينها، ومش كلها على نفس قصة دخوله على فاطمة وزوجها سعيد وكان عندهم خباب من الأرض، كلها ضعيفة. كل قصص اللي تروي إسلام عمر بن الخطاب ضعيفة، لم يصح منها إلا الحديث اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ومرات كان يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فهذا الصحيح. ولكن قصة إسلام وكيف أسلم تنوعت، ولكن إن صحت القصة، خلينا نقول لو صحت القصة في دخوله وإسلامه في بيت فاطمة أخته، ويعني هو أسلم على يد فاطمة أخته وعلى يد سعيد بن زيد، إذا صحت القصة فميزان حسنات عمر بن الخطاب في سعيد وفاطمة اللي هم الزوجين، لأنهم بسببهم أسلم عمر، فهذا مرض منقبة عظيمة لسعيد ابن زيد. طيب هجرته، لم يهاجر إلى الحبشة، لماذا؟ لأنه قلنا هو من عائلة من 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 ذوي الأشراف سعيد بن زيد، ولأنه من الأشراف ما طلعش في هجرة الحبشة، إله مكانته في العيلة، فبقدرش يدشر العيلة والمشورة تبعتها وكذا، فما هاجرش، إلا أنه هاجر كان من سابق الأولين في الهجرة للمدينة. ولما هاجر للمدينة، تعرفوا الهجرة للمدينة أيضا منزلة يعني عظيمة جدا، ذكرنا في الدروس السابقة أنه الهجرة من ناحية الأجر تعدل، يعني من ناحية الأذى، خلينا نقول من ناحية الأذى تعدل مثل من قتل نفسه، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني المعنى لو أن كتبنا عليهم واحدة من ثنتين، منها قتل النفس الانتحار ومنها الهجرة، فربنا جعل الهجرة بمقام قتل النفس. كداش قتل النفس صعب، أصعب أنواع القتل اللي هي الانتحار، لأنه الإنسان بحب الحياة، لسه لو يحاول يغرق حاله عمدا بدون ما حدها بعرفش يغرق حاله، خلص يعني يمسك يغطس ما بتلاقي إلا بآخر لحظة طلع وتشبث بالحياة وتنفس، إلا إذا غصب عنه أو خلى إشي يقتله غصب عنه، حتى لو يحاول يخنق نفسه بيقدرش، خلص الإنسان قدرته ما عندوش قدرة يقتل نفسه إلا إذا في شيء غصب عنه، زي مثلا إنه يور حاله من فوق طابق، وقسم كبير من أهل العلم بيقولوا إنه بندم في آخر لحظة، ولكن ولا تحين مندم، يعني فيش وقت يندم، هو في الطريق يعني بندم، أو لما يغرق حاله مثلا يربط حاله مثلا بصخرة صلبة ويغرق حاله غصب عنه، أو إنه ينتحر يربط على رقبته حبل فبقدرش وقت يحل حاله، فهذه بس الحالات اللي بيموت فيها الإنسان لأنه جعل شيء يغصبه على الموت، وإلا فالإنسان صعب إنه يقتل نفسه. مع ذلك ربنا جعل هذه منزلة الهجرة بمنزلة قتل النفس من ناحية الصعوبة، فتخيل الأجر الذي سيأخذه من هاجر لله وللرسول، من هاجر لله وهجر الأموال والضيعات، وحتى منهم من هاجر الأبناء، هجر أولاده وهذا ولأنهم مستضعفين وكذا، فكاش معه مجال لأنه يفر بدينه، ولو يترك أولاده ويترك زوجته ولا يترك الأموال كلها أراضي وبيته، تخيل هسه يكتب عليك الهجرة، تهاجر من دارك، روح دبر حالك، أهم شيء تنجو بدينك. يعني كديش قيمة الدين كانت في منزلتهم بأنهم هاجروا وتركوا الديار لله، يعني الدين أهم عندي من داري، الدين أهم عندي من أولادي، الدين أهم. هل إحنا وصلنا لهذه المرحلة؟ هذه الهجرة كانت بسبب الاستضعاف، فهم هاجروا وتركوا فنجحوا في هذا الاختبار. قسم كبير من الصحابة افتتن وترك الإسلام وكفر، يعني اللي كانوا صحابة أثناء العهد المكي لما أمروا بالهجرة ما كدرش، في منهم افتتن، حتى من أصحاب عمر بن الخطاب، وبعدها نزلت آية كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فراح عمر الخطاب بشر أصحابه أنه تعالوا ارجعوا على الدين. يعني صعب جدا، ما حد يستقل بقضية الهجرة، فنالها سعيد هو وزوجته. طيب لم يشهد سعيد بن زيد بدر، ما شهدهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مهمة استطلاعية هو أخرى صحابي، فحصلت المعركة
لأنه أصلاً معركة بدر ما صارت يعني لأنه ما أعلنوش إنها معركة، كان النبي بده يأخذ العير، عير قريش، فحصلت المعركة يعني بتقدير الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكان إلها لأهل بدر المكان العليا. فلما سمع سعيد إنه فاتت معركة بدر وعرف إنه الملائكة قاتلت وإنهم صبروا كذا، حزن حزنا شديدا إنه ما شارك فيها، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من غنائم بدر، وهذا دليل على إنه النبي كان يقول له أنت من أهل بدر، وإن لم يشهدها جسدا فقد شهدها بنيته. يعني لازم نعود حنا ننوي، ما حدا بيعرف شو كديش عمره ولا كديش حده ولا كديش قدراته، النية بتخليك تأخذ الأجر. إذا أنت فعلا ناوي، أنت معكش مصاري وناوي تكون من المنفقين، إنوي يا رب لو أنه معي مصاري بدي أصير من المنفقين، بدي أعطي. لو معكش الحيل تصلي وتسجد وشغلك دائما شاغلك وكذا، إنوي. لو معكش مجال تروح تدعو إلى الله، إنوي إنك تكون من الدعاء، إنوي، حط نيات، عود حالك تحط النوايا وتأخذها كما أخذها سعيد. نوى أن يكون من أهل بدر فأخذها بنيته رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه بعد ذلك لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في ولا مشهد من مشاهد المعارك، ولا حتى صلح الحديبية، ولا أي موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يضرب به المثل في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. شو قال سعيد بن جبير؟ يقول: كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد نفسهم اللي عددناهم في العشر المبشرين بالجنة، يعني اشتركوا في مقام معين وكانت لهم منزل عليا. شو قال؟ كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك في القتال ووراءه في الصلاة، يعني حافظوا على أهم خصيتين، كأنه ربنا بده يقول إنه ديك مصلي ومن الأوائل في الصلاة، يجب أن يكون الأوائل في أعمال الخير الأخرى. كانوا أول الناس يعني وراء النبي في الصلاة، يعني في السطر الأول، يعني أهل السطر الأول كانوا هم مقدمة الجيش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في القلب، هم اللي بيشاهدوا الموت، هم اللي بيروحوا على أول صف من صفوف القتال، هذول التسعة. فشو منزلتهم؟ شو يعني شو الدنيا في قلوبهم؟ كم من معركة خاضوها ورأوا الموت أمام عيونهم، إلا أن الله عز وجل كان يكتب لهم الحياة. شو قوة القلب، شو الإيمان اللي كان يدفعهم. فمع ذلك هذه المواقف وأنهم راحوا وجرحوا وقاتلوا في سبيل الله وأوذوا، مع ذلك كانوا في السطر الأول أيضا في الصلاة. فهناك ارتباط كبير جدا ما بين إتقان الصلاة وإتقان بقية الأعمال. إذا صلحت صلح سائر العمل. هذه الصلاة إذا صلحت، مش صلحت يعني الحمد لله أنا خلص بصلي وبديش أعمل شيء ثاني، أهم شيء الصلاة ده بصلي بس ديش أعمل شيء ثاني، لا. إذا صلحت هذا مش فقط يوم القيامة تصلح سائر العمل ويقبل سائر العمل، تقدر تحمل هذا المعنى، ولكن إذا صلحت في الدنيا صلح سائر عملك في الدنيا. إذا كنت متقن للصلاة تكون متقن للنفقة، إذا كنت متقن للصلاة بتكون متقن للجهاد، إذا كنت متقن في الصلاة تكون متقن في طلب العلم، في أي عمل خير، المهم تكون متقن في الصلاة، هي المقدمة عندك، هي أهم العبادات، وفعلا الصلاة هي أهم العبادات. فاللي بتقن الصلاة بتحمل يكون من أهل الصف الأول ويحافظ على الصلاة في المساجد، سيتقن كل الأعمال بعد ذلك. وهذا مثال أنه هؤلاء الصحابة كانوا الأوائل في المعارك وكانوا الأوائل في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد كان قائد الفرسان، قائد سلاح الفرسان، يعني أهل الخيالة اللي في المعارك، وهو الذي أشار على خالد بن الوليد ببدء قتال معركة أجنادين، يعني كان هو القائد آنذاك. في إحدى المعارك أشار خالد بن الوليد، إحدى معارك فتح الشام، خالد الوليد أشار على أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة كان هو القائد الأعلى في فتوح الشام، يعني مش في قواد، القائد الأعلى لهم أبو عبيدة بن الجراح. في إحدى المعارك خالد بن الوليد طلب من أبو عبيدة يروح بآخر الصف يرجع ورا. طيب خالد بن الوليد بأمر القائد الأعلى يقاتل ورا، يعني ليش يعني بتنحيني؟ يعني ليش بترجعني لورا؟ واحد أي واحد بيقدر يسأل هالسؤال، طب أنا القائد الأعلى، أنو أنت تمنك ترجعني لورا؟ فأبو عبيدة سأل عن الحكمة من ذلك، قال: إنك وجهك من شدة ما فيه من الإيمان، إذا المسلمين خافوا، كانت هذه المعركة فعلا مخيفة، كانوا عدد الكفار 5 أضعافهم، أنت بتتحدث عن
25 ألف صحابي أو 35 مقابل 130 و 150 ألف من الجيوش، فخمس أضعافهم. فمشان ما يخافوش الجنود المسلمين خلى أبو عبيدة ورا، قالوا إذا رجعوا حدا فر، إذا رآك يرى وجهك يعرف الإيمان في وجهك فيستحي ويرجع. طلوا لوين المعايير ارتقاص في أنظار الصحابة، تنقصش أنه أقوى عضل ولا أنه بيعرف يقوس من صح ويناشن صح. الإيمان، ينصرون بالإيمان، العقيدة في القلب هي اللي بتنصر، اللي هي مفتاح النصر للإيمان. فهؤلاء كانوا ينصرون بعقيدتهم. تخيل يجي قائد، يعني هسه لو يسمعوها هذول الأجانب يسمعوا هالقصة ولا غير مسلمين يسمعوا هذا القصة كل شو هالهبل، بس مع ذلك هذه اللي جابت النتيجة. إحنا مفاتيحنا مفاتيح إيمان، ولازم نتعامل مع ديننا ونصر ديننا بهذا المفتاح. مش راح ننصر لا بكثرة عدد ولا عدة ولا كثرة ولا أي شيء، حتى لو معنا أقوى المخابرات ولو معنا أقوى الأسلحة، في الشيء دين في الشيء إيمان لن ننصر، إنما ننصر بالعقيدة. فتخيل أنه خالد بن الوليد فاهم أنه أبو عبيدة لازم يبقى وراء، لأنه مجرد وجهه، يعني اللي في القلب يظهر على الوجه، مجرد النظر في وجه أبو عبيدة يرفع الإيمان ويرفع معنويات الحرب، مجرد النظر في وجهه. هل إحنا هيك؟ يعني هل عندنا القدرة أو عندنا من الإيمان ما لو رآنا مسلم ونظر إلى وجوهنا بحب الدين وبحب الإيمان ويزداد هم للدين؟ هل إحنا وصلنا هالمرحلة؟ هذه هدف إنه لازم نقوي إيماننا لدرجة إنه اللي يشوفنا يذكر الله ويحب الدين ويزداد همة ونشاط. فهاي قصة أبو عبيدة. طب شو دخلها في سعيد بن زيد؟ مين اللي أجى بدل أبو عبيدة في قلب المعركة؟ القائد. مين اللي أجى ناب أبو عبيدة في القيادة؟ سعيد بن زيد. إذا منزلة سعيد في المعارك منزلة تدل على شجاعته وحكمته ومسؤوليته وفطنته. إذا وإن كان لم تصلنا الكثير الأخبار عن سعيد بن زيد، إلا إنه معنا ما يدل على إنه كان من أقوى الفرسان ومن أشجع الناس ومن أكثر الناس قدرة على القيادة، قائد، ومع ذلك لم يطلب القيادة، كانت تعطى له، كانش يطلبها. كان له موقف في مسجد الكوفة بعد فتنة الصحابة التي حصلت ما بين معاوية والزبير وطلحة وعلي بن أبي طالب، حصلت فتنة، واللي كانوا يحيكون الفتنة هم أهل العراق اللي هم أساساً مش ما كانوش صحابي، من اللي بعدهم كان في عندهم فتنة، ويظلهم يسبوا الصحابي ويحرشوا فيما بينهم ويذكروا هذا بسوء ويذكروا هذا بسوء. ذكر رياح بن الحارث، والحديث هذا في مسند الإمام أحمد، أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر في الكوفة، وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد الراوي، سعيد بن زيد اللي هو بطل قصتنا، فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فجعل يسب ويسب، فقال: من يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب. فقال: يا مغيرة بن شعبة، يا مغيرة بن شعبة، يا مغيرة بن شعبة، ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك؟ لا تنكر ولا تغير. غضب إنه يسب الصحابة أمام المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة من الصحابة الأجلاء، قال له: يسبون عندك ولا تغير؟ فأنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، كده صاروا ثماني، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميته. قال: فضج المسجد الكوفة يناشدونه: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. قيمة الصحابي يجب أنها تكون عقيدي، لا يجوز أنه ينتقص من الصحابة في صفوف المسلمين. أي واحد بده يهون من الصحابي
ويقلل من شأنهم ومن علمهم ومن قيمتهم، شطب عليه. ليس فيه خير من سب واحدا من الصحابة، ولو كان معاوية بن أبي سفيان، ولو كان من كان. أي صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هذا له حرمة في ديننا، لا يجوز التنقص منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو جبت أحد كامل، جبل سلسلة جبال أحد ذهب، وأنفقتها في سبيل الله، ذهب، شو يعني ذهب؟ جبال من ذهب، أنفقتها في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم. هذا هو المد، هي حفنة المي أو حفنة الشعير اللي بتكيمها بكلتا يديك، هذا هو المد. ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه كلمة الصحابي، فلا يجوز التنقص منهم. ولولا الإطالة لأسردنا جمل وروايات من كلام عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس في من في ذم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من يسب الصحابة وهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مات رسول الله وهو عنهم راض، هو يسب محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيسب الصحابي يسب محمد. يعني الشيعة وهبلهم ما أرادوش أنهم يسبوا النبي محمد مباشرة عليه الصلاة والسلام، فشو قالوا؟ أصحابه أصحاب سوء. يعني كأنه ده يسب الرسول بس مش عارفين، بيقولوا أصحابه أصحاب سوء. يعني لما واحد يجي تقول كل أصحابه مثلا كل أصحابه سكرجية، إذن هم شو ماله؟ منهم. كل أصحابه حرامية، إذن شو ماله؟ منهم. فأنت لما تسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك تدعي أن النبي منهم، بس هم من خبثتهم بيقولوا إيش يسبوا محمد، بل بيسبوا أصحابه وبيسبوا زوجاته ويقذفونهن بالزنا، وهذا من الكفر المخرج من الدين. سب الصحابة كفر، سب الصحابة أو واحد من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الدين، زي اللي بيسب ربنا، لأنه هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا عظمة من يسب الصحابة، لا يجوز لمسلم أنه ينتقصهم. بعض الناس بيحاول يلمز في معاوية بن أبي سفيان لأنه كثرت حوله الشبهات، وكثرت الشبهات حوله نابعة لفتنة سياسية كانت زمان، اللي هي بغض بني أمية، بني العباس وبني أمية، وصارت دول صارت سببها. فصاروا يختلقوا الروايات المكذوبة ويلفقوا الروايات المكذوبة عن بني أمية اللي بما فيه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة مشان يذموهم. فالأصح أن دائما الإنسان لما يسمع كلام في الصحابي قبل ما يحكم يجب أن يعرف سند القصة صحيحة ولا مكذوبة مشان ما ينتقص واحد من الصحابة. بل مرة واحد قدام الحسن البصري أظن إذا ما أخطأتش، واحد يعني واحد من التابعين علماء التابعين أظن الحسن البصري، سألوه يعني أنه أفضل، عمر بن عبد العزيز كان صالح خليفة صالح من حتى سموه الخليفة الراشد، هو ولا معاوية بن أبي سفيان؟ له بيقول الأتان أو الحمار اللي أو الحصان اللي تغبر في مع معاوية بن أبي سفيان في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم يسوى ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. هذا معاوية. يعني تخيل مع كبر منزلة عمر بن عبد العزيز إلا أنه لا يمكن أنه يوصل لمنزلة واحد من الصحابة. كان معاوية بن أبي سفيان من كتبة الوحي، وحتى عمرو بن العاص في قصة للأسف الشيء بالشيء يذكر، لكن يجب أن الواحد ينبهها، بعلمونا في المدارس قصة أنه عمرو بن العاص ضحك على أبو موسى الأشعري وقال له أنت تنازل عن خليفتك وأنا متنازل عن خليفتي، وهذه القصة اللي علمونا في المدارس كلها كذب في كذب ملفقة. شوفوا شو بعلمونا، بعلموناش قصص الصحابي، ولا بعلمونا هذه المعارك اللي فيها النصر، ولا بعلمونا الأخلاق تبع الصحابي. منكوش من 1400 سنة في التاريخ، هو في مدرسنا لليوم بتعلم، لليوم أولادنا بتعلموش تاريخ، لليوم بتعلموا هذه الأشياء. 1400 سنة منكوش منها إلا روايات مكذوبة، والفترة اللي صار فيها الفتنة بين الصحابي عشان ما نعتبرهمش إنهم يعني لهم قيمة، وآخر فترة من خلافة الدولة العثمانية اللي هي سموها الدولة العجوز أو لما عجزت يعني، أو الدولة المريضة. بس هاي اللي علمونا من التاريخ، 1400 سنة من الفتوح والعلوم والحضارة والشخصيات العظيمة اللي توصلش 100 ولا 200 ولا 300 ولا حتى نص مليون،
شخصيات عظيمة مع ذلك ما حدا بيعلمنا عنها ولا واحد بيحدثنا عنها وجيلنا بترباش عليهم. ليه؟ عشان جيلنا ملوش تاريخ، واللي ملوش تاريخ ملوش حاضر وملوش مستقبل. يجب أن هذه القصص والروايات نعلمها لأولادنا ونسمعهم إياه ونحفظهم أسماءهم. بل بعض الصحابة قالوا أو التابعين قالوا كنا نعلم أبناءنا سير أبو بكر وعمر ونحفظهم أسماءهم كما نعلمهم سورة من القرآن. حب الصحابة دين. طبعا سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة، ظلمته امرأة مرة فدعت أنه أخذ شبرا أو دعت أنه أخذ أرض من أرض من أراضيها، فدعا عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها بئرها. وفعلا في آخر حياتها عمرت فعمي بصرها ومرت على بئر فوقعت فيه فماتت. فكان مستجاب الدعوة، وظل سعيد بن زيد مع الخلفاء الراشدين يسمع ويطيع ولا يطمع بالإمارة، بل لم يخض في الفتنة واعتزل الفتنة. فكان يعني سبحان الله وفقه الله عز وجل في كل حياته. توفي بالعقيق سنة 51 للهجرة، وكان ابن 73 سنة، وحمل إلى المدينة، غسله عبد الله بن عمر بن الخطاب وصلى عليه سعد بن أبي وقاص. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن سعيد بن زيد وأن يجمعنا به هو وسائر العشرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة، وأن يجعلنا معهم في الجنة وفي منازلهم ويلحقنا منازلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم.